السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم حلقة جديدة في فيفا 19. هنبدأ معكم مهنة مدير، هندرب فريق الهلال، نحاول نطلع من الأجواء الأوروبية ونجرب أجواء الدوري السعودي. نشوف كيف الأجواء في الدوري السعودي، إيش سوت السنة هذه فيفا في الدوري السعودي، وقعت معاهم عقد رعاية، نشوف إيش اللي صار. ميزانية النادي 15470، ميزانية الانتقال 6,800,000. الاسم أحمد، نفس الجنسية. نختار شخصية مقاربة لمدرب الهلال جيسوس، أتوقع هذا أقرب شيء لجيسوس. سوي تقدم أسطوري، 5 دقائق، دولار، الباقي كله نفسه. سوي تقدم. المباراة اللي حنلعبها في حلقة اليوم إن شاء الله الفيحاء، أول مباراة الفيحاء في الدوري، الرائد في الدوري والباطن في الدوري. طبعا ما في اي انتقالات حسويها، حخلي الفريق على ما هو عليه. التشكيلة اللي حلعب فيها اول مباراة في الحلقة مكونة من علي الحبسي في حراسة المرمى، محمد البريك في الظهير الايمن، بوتية والبلاهي قلوب دفاع، الشهراني ظهير ايسر، عطيف محور، كنو محور، كاريلو جناح ايمن، عمر خربين جناح ايسر، عموري وقمز. الاحتياط سالم وريفاز وسلمان ونواف العابد، المعيوف كارلوس ادواردو وجحفلي. هدخل سلمان بدال عطيف. التكتيكات هلعب ضغط متواصل، وافضل اني العب بناء لعب سريع. أول مباراة في الدوري ضد الفيحاء على ملعب استاد الملك فهد الدوري. مشاهدينا متابعينا في كل مكان من استاد الملك فهد، هذه أجمل الفيحاء. مني محدثكم فارس عوض، ويسرني بأن أكون معكم للتعليق على أحداث هذه المباراة. كويس التيفو، جايبين الملعب زي ما هو منصور. في الفترة الماضية لأول مرة مع نادي، الجميع ينتظر ماذا سيقدم في الخط الأمامي، هل التعاقد معه سيساهم أيضا في تقوية الخط الهجومي للفريق. نبدأ أول مباراة في الدوري ضد الفيحاء. يا كاريلو، أندري كاريو، أعطي البريك، حلوة الكرة البينية، أرضيها بريك، جوميز طلعها الحارس، ضيعنا الهدف الأول. يا قمز روح سدد، حلوة يا قمز، حلوة يا قمز، والله ياسر ضغط مستمر، جرب يا قمز. سجلنا الهدف الأول في الدقيقة 73 عن طريق قمز، الأسد الفرنسي بافنتيمي قمز سجل لنا الهدف الأول في الدوري. مباراة صعبة ضد الفيحاء، الفيحاء من الفرق المتكتلة في الخلف، صعبة اختراقها، الحارس دخلها في المرمى. من حسب لقمز تسديدة قوية. برافو للمدافع، خلص الكرة. انتصرنا على الفيحاء 1-0 أول مباراة في الدوري. سجلنا الهدف بافنتيمي قمز، انتصار مهم في أول مباراة في الدوري، أو 3 نقاط مهمة. بعد أسابيع من الآن ظهر بمستوى أقل من المتوقع، ما كان مؤثر في فوز فريقه بالشكل اللي تخيلناه قبل بداية المباراة، ما كان في أفضل حالاته، خان التوفيق في كرة ارتطمت بالقائم، من الجيد حقيقة أن الفريق. ثاني مباراة في الدوري ضد الرائد على ملعب الرائد، نحاول ننتظر نعزز اصدارتنا ترتيب الدوري بست نقاط. يخلو من الإثارة، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض للتعليق على مجريات لقاء اليوم. بافنتيمي قمس العمر 33 سنة، نادي الهلال. عموري وقمز
الثنائي المرعب. نبدأ المباراة الثانية في الحلقة. واضح من الخطة والرسم التكتيكي بين الفريق يعتمد على طريقة الأربعة خمسة. شيل بليهي يا أخي ناول صح. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. سجل الهدف الأول في الدقيقة خمسة. الرائد يسجل علينا الهدف الأول. غلطة في التمرير من المدافعين. يا أخي التمرير سيء في هذا الشريط والله. فيفا 19 فيه مشاكل كثير. غلطة دفاعية وسجلوا علينا الهدف. تناقل الكرة بهدوء. قوميز هيا قوميز خلص. حرام عليك يا مرتدى ياسر. عمر خربين عرضية. خلص قوميز. سجلنا التعادل في الدقيقة 16 عن طريق قوميز. سجل لنا هدف التعادل. عرضية حلوة من عمر خربين. رجعنا في الدقيقة 15 من الشوط الأول. نحاول نعزز هذا الهدف بهدف ثاني. نحاول ننتصر في المباراة. بافنتيمي قوميز. شوط أول متكافئ بين الفريقين. انتهى الشوط الأول تعادل 1-1 بين الرائد والهلال. نحاول نرجع في الشوط الثاني ونسجل الهدف الثاني. وضعنا سيء في الشوط الأول. نحاول ندخل إدواردو وسالم الدوسري عشان نحسن من مستوى فريقنا في الشوط الثاني. روح ياسر. خلص قوميز. حرام عليك ضيعنا الهدف الثاني. انتهت المباراة. تعادلنا مع الرائد 1-1. ضيعنا هدفين محققة عن طريق بافنتيمي قوميز. نعود في المباراة الجاية ان شاء الله. مستوى نوعا ما كويس. مو ذاك المستوى. لسه بداية الموسم. نحاول مع المباريات الجاية نحسن مستوانا. سجلنا هدف التعادل بافنتيمي قوميز في الدقيقة 15. مباراتنا الثالثة في الحلقة ضد الباطن على ملعب نادي الهلال. نحاول ننتصر ونرجع نتصدر الدوري. زي ما انتم عارفين تعادلنا في المباراة الأخيرة ضد نادي الرائد. لازم نحاول نركز من بداية الدوري عشان نحقق الدوري. أمام نادي الباطن السعودي. هذه التشكيلة اللي يبدأ فيها نادي الهلال. واضح من الرسم التكتيكي بأن الفريق راح يلعب بطريقة الأربعة خمسة واحد الهجومية. لما تحدثنا بشكل سريع عن الفريق المستضيف في مباراة اليوم حتى بالوقت. أيا كنو أندري كاريو. سلام يا قوميز. سلام عليك يا قوميز. هدف من خارج منطقة الجزاء من بافنتيمي قوميز في الدقيقة 9. هدف جدا جميل من قوميز. سجلنا الهدف الأول عن طريق قوميز. كويس تقدمنا بدري. نحاول نعزز الهدف الأول بهدف ثاني. نحاول ننتصر في المباراة. حط الكرة أرضية في البعيد. حطها في الزاوية البعيدة. صعبة جدا يا عيني عليك. هدفين في الدوري. يا كنو. سلام عليك يا عموري. قوميز. عموري. قريبين. سجلنا الهدف الثاني في الدقيقة 31. تمريرة بينية من عموري الى خريبين يسجل لهم الهدف الثاني 2-0. عدم التراخي ايضا. بدأنا نضمن المباراة. باكم تركزوا على البينية حق عموري. شوف البينية هنا حق عموري. سلام عليك على كل مستويات. كان مسيطر مستحوذ متحكم. كان يصل. عمر خربين سجل اول هدف في الدوري. تسديدة قوية حطها ملعوبة لكن في النهاية. يا بليه يا بليه. يحتفظ بالكرة يتقدم فيها في الهجوم. يا جماعة ايش الاهداف الغبية هذه اللي تركب علينا. كيف ما لحق الكرة البليه. سجل الهدف الاول في الدقيقة 36. الباطل يسجل علينا الهدف الاول 2-1. شوف بالله شوف البلاي. شوف مهارة غير عادية. شوف الواقعية حق فيفا. شوف كيف الواقعية. بالتوغل بالحطة في الارض. انتهى الشوط الاول. تقدمنا على الباطن 2-1.
سجلها غوميز عمر خربيم في الشوط الاول. شوط اول جدا مميز، لعبنا مباراه حلوه مع هذا الغلطه اللي صارت بين علي البلاهي ودخل علينا الهدف الاول. اي اعطي سلام يا خربين اموري، كانوا سجلنا الهدف الثالث في الدقيقة 75 عن طريق كانو. 3-1 على الباطن عن طريق كانو. تمرير، شوف تمريرة عموري، الله عليك يا عموري، شوف عموري، شوف عموري، المسافة كانت قريبة، حطها في نص الصلبة. الهدف الثالث ضمننا المباراة. نواف العابد، اي نواف سلام عليك يا نواف. سالم، سالم حرام عليك، انت في الواقع كذا اصلا، يعني هذا واقعك. لعبنا مباراة جدا جميلة ضد الباطن، انتهت المباراة، اتصلنا على الباطن 3-1. كويس انتصار مهم على ملعبنا ضد الباطن. ذكاء كبير في التعامل، كانوا سجل لنا وفنتيني غوميز وعمر خريبين. بالنظر للأداء اللي قدمه عمر خريبين في مباراة اليوم، طار بمستوى جيد. أنا أفضل عمر خريبين على سالم الدوسري. الانتصار اللي تحقق واليوم بالتأكيد. عموري على إدوار. 3-1. كانوا خريبين غوميز. يعطيكم ألف عافية على المتابعة، لا تنسوا الدعم والاشتراك، نشوفكم على خير.